ظاهرة استوقفت الكثير من المارة في أماكن مختلفة في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى أيضاً، عندما يظهر بشكل مفاجئ أمامهم في وسط الشارع فنانون يقدمون عروضاً فنية وموسيقية على طريقة الفلاش موب. وبعد قليل سينضم إلينا الفنان والمخرج المسرحي العراقي حسين الدرويش، عفواً، صاحب ومطلق هذه المبادرة، ليحدثنا أكثر عنها وعن أهدافها، ولكن بعد مشاهدة الفيديو التالي. والآن سننتقل مباشرة إلى بغداد للقاء الفنان المسرحي حسين الدرويش. أهلا بك معنا اليوم في بيلينك. سؤالي الأول يعني سيكون، حدثنا قليلا لو سمحت عن الفكرة من وراء هذه الفلاش موبس الموسيقية والفنية، ومتى بدأتم بتنفيذها؟ بداية السلام عليكم وشكرا لهذه الدعوة الكريمة اللي من خلالها راح نوضح أحد أهداف اللي أدت إلى أنه نقدم هذه الأعمال. كانت البداية بعد احتلال داعش لبعض أراضي العراق، فظهرت الحاجة أنه إحنا نشكل خط من الحرب النفسية ضد العدو من خلال نقدم أعمال تنتشر بالتواصل الاجتماعي. فاستخدمنا يعني هذه أسلوب الفلاش موب في تصدير هذه الأعمال كونها تلاقي رواج في التواصل الاجتماعي، بالإضافة لهذا الشيء نوعية وفكرة ما نقدمه. يعني استغلنا بعض الأعمال الترفيهية، بعض الأخرى أعمال توعوية، وكثير من الأعمال هذه استقبلها الناس وتأثروا بها، وظهرت بعد هذه الأعمال فرق كثيرة أدت وقدمت أعمال مشابهة، وقسم من الفرق طورت ما نقدمه، وهذا شيء إيجابي يحسب. يعني إنك كادر كامل، وكان هذا العمل كله بشكل تطوعي من قبل شباب العراقي. نعم، كيف وجدتم ردود الفعل الأولية للناس يعني عندما يصادفونكم في الشارع؟ ما كانت يعني أبرز ردود الأفعال؟ طبعاً بالبداية مثل ما تعرف أي شيء جديد ربما يلاقى بالرفض أو ربما بنظرة استهجانية، فكانت البداية أنا قدمت بعض الأعمال كممثل، وهاي الأعمال انتشرت في التواصل الاجتماعي، ما حفز الشباب الآخرين إلى الالتحاق بالعروض اللي قدمناها بالفترة اللاحقة، وكان لهم حافز لما شافوا ردود الأفعال وشافوا تأثيرها على الشارع، وهو النقطة الأساسية اللي أنا تكلمت عنها، هو كان جزء من الحرب النفسية. يعني لما العدو يشاهد المجتمع العراقي مجتمع منفتح، مجتمع يتقبل الثقافات الأخرى، مجتمع يتقبل الفنون، عكس ما يسوق بعض قنوات الإعلام أنه العراق بلد يعني غارق في الحروب وغارق في المشاكل. بالعكس، شاهدنا مجتمع عراقي يتقبل هذه العروض، شاهدنا الفئات العراقية بكل تنوعها بكل طبقاتها بكل فئاتها تشجع هذه الأعمال، وما زاد انتشارها، وإحنا نجحنا يعني نجحنا بشكل كبير في انتشار هذه الثقافة. يعني أنا أشكر كل الزملاء اللي شاركوا معايا في النهوض بالواقع الثقافي، ويعني هاي أنا أعتبرها ثقافة جديدة دخلت العراق وانتشرت تقريبا بعد 2014 بعد دخول داعش. نعم، حدثنا قليلا الآن يعني عن عملية اختيار موضوع أو فحوى العرض الفني المفاجئ أو الفلاش موب طبعا الذي تقدمونه، وهل تحاولون ربطه بحياة العراقيين اليومية؟ كيف تتم هذه العملية؟ نعم، أنا تكلمت قبل قليل أنه الأعمال تقسم إلى نوعين. النوع الأول أعمال ترفيهية، يعني أعمال دعائية، والنوع الثاني هي أعمال تحتوي على فكرة. مثلا بعض الأفكار استخدمنا فكرة أعمال النظافة، استعانينا بهذا النموذج اللي يفتخر به كل العالم، هو عام النظافة، وقدمناه بالعراق من خلال فن مايم التماثيل. نشكر هذا العنصر ودوره الفعال بالمجتمع،
كونه احنا نعاني اليوم من تردي بالخدمات، فعالجنا هذا الموضوع. ايضا عالجنا موضوع التلوث البيئي في الانهر، وهذا موضوع مهم كون العراق يحتوي على نهرين دجله وفرات، واحنا اليوم نعاني من ازمه شحه مياه وحرب مياه ايضا. فاحنا طرقنا موضوع انه احنا لازم نهتم بهذه الانهر حتى يكون ديمومه للحياه وديمومه للزراعه وديمومه للاجيال القادمه، وهذه الانهر هي جزء من تاريخ العراق. وايضا قدمنا اعمال اخرى يعني دعم لقواتنا الامنيه في وقتها يعني بالحرب مع داعش، وايضا قدمنا اعمال اخرى خاصه بالاطفال وخاصه بكبار السن، يعني كانت افكار متنوعه تشمل ما نستطيع شمله في وقته حتى يعني نستطيع نعم. ان نقنع المتلقي العراقي بقبول هذه الفكره. نعم، من هم الفنانون وهؤلاء الاشخاص يعني الذين يشاركون في تنفيذ هذه الفلاش موبس، وما هي معايير اختيارهم؟ نعم، اولا الامكانيه الجسديه، قسم كبير منهم خريجين كليه فنون جميله، قسم الفنون المسرحيه، وقسم الاخر هم رياضيين يعني يمارسون الرقص، البي بوي، الهيب هوب، ورياضه الباركور والسكيت والى اخره، يعني من الرياضات الحديثه، الفنون الشارع الحديثه. نعم، ومين كيف بتتم عمليه اختيارهم؟ يعني انت بتصادفهم اشخاص تعرفهم او في كاستنج معين بينعمل لهم؟ اولا ما نتكلم نحن اعمال تطوعيه، فاحنا نقدم دعوه واللي يستجيب لهذه الدعوه يشارك مباشره، والاغلب هم من المحافظات، يعني هم بشكل او باخر متفضلين بمشاركتهم، لان هذه الاعمال هي ما مدعومه من الدوله ولا مدعومه من اي وزاره، هاي نعم. اعمال شخصيه، يعني اغلبها انا اتحمل نفقتها الماديه، فالاخرين يساهمون بهذه الاعمال بحضورهم بمشاركتهم، اما جانب التصوير، جانب التقني، جانب المادي، فكنت انا اتحمله شخصيا. اكيد، يعطيك الف عافيه على هالموضوع. حدثنا قليلا يعني عن الصعوبات ايضا يلي بتواجهوها بتنفيذ هالفلاش موبس وتعريف الناس على هيدا النوع من الفنون، شو هي ابرز الصعوبات يلي عم تواجهوها؟ بصراحه يعني اذا نتكلم احنا عن صعوبات من جانب القانوني بتنفيذها بالشوارع، فاحنا ما واجهنا اي صعوبه، بالعكس واجهنا يعني قبول كبير سواء من المواطنين او سواء من يعني من الجانب الحكومي، يعني كنا ننزل اي شارع نقدم العمل بدون حتى ما نستحصل موافقات، لان كانت حاجه ماسه بتقديم هذا، يعني حاجه ماسه وضروريه في وقتها انه احنا نقدم وننشر هاي الاعمال سواء في التواصل الاجتماعي او في التلفاز، حتى نحاول نكون كرده فعل لما في وقتها لما موجود من حرب في العراق. نعم، طبعا يعني رد الفعل الطبيعي لاي شخص يصادفكم في الشارع هو البدء بتصوير ما يحدث بهاتفه الذكي، الى اي مدى برايك ساعدكم انتشار فيديوهات الفلاش موبس التي تقومون بها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اكو شيء انا احب انوه انه كانت هذه المواضيع هي مدروسه، يعني كيف تنتشر هي مدروسه، اولا من خلال تعاون صفحات البيجات في التواصل الاجتماعي في موقع الفيسبوك خاصه وقنوات اليوتيوب، يعني ساهموا مساهمه فعاله في انتشارها، وايضا يعني اليه اخراج الفيديو كانت ايضا طريقه علميه، يعني اختيار عمليات الايحاء هاي يعني يعرفوها علماء يعني اللي يعملون في مجال علم النفس، ويعني من جانب الدعايه بالتحديد استخدمناها بدق تفاصيلها، وهذا اللي خلاها تنتشر. فهو ربما احنا نشاهد فيديو بسيط انتشر وفيديو اخر ما ينتشر، هو مو بسيط، وانما هو خلق ليكون بسيط حتى نستطيع انه نمرر للاخرين، فاحنا كنا مهتمين يعني علميا كيف نستطيع نوصل هذه الاعمال. نعم. بغض النظر عن الجانب التقني، ان كان هناك يعني كان هناك تلكؤ او يعني جزء من التصوير او جزء من المونتاج. نعم. ولكن الفكره كنا قادرين انه نمررها الى يعني الى مواطنينا بشكل صحيح وبشكل سلس، وايضا احنا لاقينا قبول من تعرف احنا بالعراق يعني بلد بجانب يعني أكيد جانب عشائري، وضحت الفكرة الفنان والمخرج المسرحي. نعم. حسين الدرويش، شكرا جزيلا لانضمامك لنا اليوم في بيلين، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك.